عسلامة تكون مرحبا بكم الناس الكل، تحية ليكم في لايف جديد طيلة أيام من الحجر الصحي. قاعدين نتواصل معاكم إن شاء الله، وكما شكرا على مسجات البارحة لأكثرية الناس الكل، وحتى الخايبة مسيرش نقبل الحال النقد نتاعكم. شكرا ليكم الناس الكل، نحاول نعديكم الوقت في الأيامات هذه نتاع الحجر الصحي باش تشدوا دياركم ونخفوا عليكم شوية. نعرف صعيبة شوية، أنا بديت نقلق ونفد، والناس الكل كيف بدات تقلق وتفد. على كل كما تعودتوا كل يوم نجيب لكم ملاعب تحبوه وحبيتوه مازلتوا باش تحبوه. البارح كان معنا تيجاني بالعيد لاعب النادي الافريقي اكيد سابق استمتعتوا بالحوار نتاعه معاه كما شفت في لي كومونتير نتاعكم والا حتى في لي ميساج بريفيرا وقعد نقرا فيهم. صحيح ما نجمش نجاوب على الناس الكل لكن نعطيكم الصحه الناس الكل، وفرحان برشا بالمساجاتكم خاصه مساجات التشجيع نتاعكم. دونك اليوم معنا لاعب اخر تقريبا لاعب المنتخب الوطني التونسي من احسن الملاعبيه اللي خلقتهم الكره التونسيه في السنوات الاخيره خلقا واخلاقا. اليوم معنا لاعب نادي قاسم باشا التركي اسامه الحداد يلتحق بنا بعد شويه اكيد. الحوار نتاع تجاني بالعيد يهبط الجزء الاول نتاعو حاليا يهبط عاديه على شان يوتيوب تلقاوه بعد يمكن لحظات دارجين كيك يهبط الحوار الجزء الاول. الجزء الثاني تلقاوه بعد حوالي الساعه 10 نتاع الليل. على كل اليوم تاع شين يوتيوب تلقاو على الكونت انستغرام، تابونيو الكونت انستغرام، تابونيو شين يوتيوب تلقاو الحوارات الكل نتاعنا. غدوه كما العاده يهبط الانترفيو نتاع نينو باش يكون معنا بعد شويه اكيد يسمع فينا هو تو. ميساج تدخل وسام مكانك حاضر. دونك اذا كنت تحبوا تعرفوا جديد في الحوارات تابونيو الكونت انستغرام تلقاو فيه كل شيء، وكابونيو شين يوتيوب اذا كنت تحبوا تتفرجوا في الحوارات على راحتكم يعني تلقاو. خويا تحياتي. السلام عليكم ومرحبا بالجماعة الكل. سافا وينك خويا سلام؟ سافا لاباس عليك؟ والله الحمد لله خويا اون فور تحصلنا عليك. والله هاني خويا والله كنت اكتوف من اللايف اللايف. انت ملك اللايفات في الكونفينمون. سافا لاباس عليك خويا؟ انا اش عامل فيك كورونا؟ انا راكشين في الدار كالعاده خويا، سبت واحد احنا ما عندناش الحق نخرجوا في تركيا. عليه؟ سبت واحد كوفر فو. 24/24 ما عندك حق تخرج. عارفين ثلاثة أربع خميس جمعة كاو عندك الحق. المرة اللي فاتت تحكي مع ياسين قال لي شد بعضها شوية بهل. أي طلعت 82,000 تو. يا معلم برشا موتة ولا أقل شوية؟ لا الموتة مش برشا، فما 1800 سافا تسمى بارابور للبلدان الآخرين. يا خويا ياسين شو يحكم؟ حشنا بكم مازال. أنا ديكا ديكا خويا أنا. أي كيفاش تعدي النهار؟ شفتك عامل أونترينمون، تشالنجات، فيديوهات على اليوتيوب. نتعلم نسحر توا شوي. تعلم شنو؟ تعلم شوية السحر. أيوة. وطيب هذه شفتك طيب أي نعم فيديوهات تاع ديسير تاع حلو مالح نتعلم. بريود هذايا واحد يستنفع بها بحاجة على الأقل، واش قاعد في الدار نتفرج هكا هو. نزل المدام نازل عليك فعلا. المدام قاعدة تعلم فيا الأيامات في برشا حاجات. وأنت بصراحة عن طواعية ولا بالكبش؟ لا نحب، أنا نحب الحقيقة، نحب نتعلم. حتى نهار آخر معناها نمشي ستاج ولا حاجة وكان نعرف أن نولي دي جوردي في الكوجينة. يا كاو خويا، تتقابل مع ياسين ولا شوي شوي؟ كل يوم بريس، كل يوم براتيكمون نتقابلوا كل يوم. تترينيو مع بعضكم ولا في لا الاكثر يترينيو مع بعضنا قبل كي كانت فما قهاوي وكل شيء براتيكمون نمشيو نعملوا قهوه ناكلوا توا تسكرت نشوفوا في سون دونتريمون قهوه توا ما عندناش الحق نخرجوا نحوسوا. ما ضيفتوش مسكين عازب بحداك غادي؟ والله ديما نضيف وما يحبش يجي حشام هو يقول لي ليه تبدا وحدك نجي. اسمع انزل عليه خليه عرس خويا. والله ان شاء الله يعرس على برا. خلينا نحكي شويه على الكوره اسامه، خلينا نرجع بك بون انت كل شيء اللي حكيته مع معز ما خليت لي شيء. معز ولا حي ولا حكينا، عملنا ساعه بيه حكينا مش على كل شيء، حكينا على دي ديتاي لي جرون نيني.
فرشت شوية في الأخر، خليني اي أجاوبك شفنا شوية. شوية. احكي لي يعني. احكي لي من لوت أول نهار مشيت باش تسكي في حرم الحملة في ظهر لي أكبر الكلوب لا حملة في بالي. باي حملهم. احكي لي شنو كيفاش نهار هذاك، كيف جات الفكرة، فما شكون هزك ولا انت وحدك مشيت كيفاش؟ والله كنت انا صغير معناها، وانا دارنا مقابل استاد تاع حملهم، نشوف لها كيف الصغار ماشيين يمشي ترانيه، وفما شكون يمشي تستي. مشيت طلعت بس شورت انا وسبادري ومشيت، قلت لهم نحب ندخل معاه. دخلت بديت بشويه بشويه تستي 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 تستي، هم برشا قرابة 60 ولا 70 ولي، فهمت؟ نتستيو نتستيو وكهو، وصلناش هكاك فما 25 30 25 جوار قعدوا باش نمشي يختاروا منهم 9 ولا 8 جوارات كهو، معناه باش يوليو في البوسان، يدخلوا في البوسان في حملهم قبل لي كور كهو. وقتها نتاكد كيما توا معناه سي عبد الرحمن المسكين، بو امين. بو امين المسكين هو ذاك هو الانترنور معناه، اكتشفنا. قال فهمت. لي اختي، قال لي قداش عمرك؟ قلت له عمري، قال لي جيب لي مضمون وزوز تصاور. يدي روحت للدار عجيجه، قلت دار، ما احنا دارنا بحدا الستاد. قدام ما كانوش كونتر. لا لا ما كانوش كونتر. امي من الاول ما جيت احكي كل معنى الكوره ولا السبور، ما حكايه فارغه فهمتني. اما بابا الله يرحمه كان يحب الكوره على الاخر. بابا الله يرحمه هو اللي هو لا اكثر انسان اللي معناه امن، وهو معناه عاوني برشا حتى هيك مشيت للكلوب انا. كان معز قال وقتك لي معز تفرج فينا قال الناس تكبني منه، مش نقول له ما خليت لي شيء بس معك انا والله ابو العز بالعكس، قال لي خلي خليك السلام خويا شويه. تفرجت شويه في الاخر يعني. ايه وبعد كيفاش جات المشي للكلوب؟ بلا لحظه ساعه ما نحكي على الكوره، شنو حكايه نينو؟ نينو زي بابا كيف كيف الله يرحمه، نتفرجوا ديما لا قبل في الريون، ما عنا نحنا كان 3 سنين قبل اي صحيح. الريون وتونس 7 وذوك قناة 21 ديما ريون ونحن الأكثر. اي كنت بس كل ما تتكالش وهكذا صحيح صحيح. وقتها فما فيلم عديوه، فيلم قديم طفل صغير اسمه نينو، وانا كان شعري طويل شويه اي نعم اي نعم هاي. وبابا وقتها كان خلي لي كل هكا كيش من هنا شعر طويل كي بابو الصغير هاي، فهمتني؟ واسمه نينو هو الوليد. من وقتها عيط لي هو نينو، وحدنا معناه هو بيني انا وياه هكا عيط لي نينو. مشيت في الحومه ومن بعد في المكتب، مشيت هكاك فهمت. لزقت كبرت من المكتب، تعديت الكوره، من الكوره شدت هكاك حتى كبرت وقعدت فيا نينو. حتى وقتاش نينو ولا أسامة ولا مخيطة؟ والله الكل نينو، تقول لي يقولوا لي برشا نينو أسامة حدادي، كل واحد وكيفاش تحليله معناه عارف. وانا قد عملت ما يقلقنيش، يحبهم الكل كلهم قد اسامي. عملت قد عملت في الليجون تاع حمام؟ في الليجون عملت بالضبط عامين. بعد مشي الكلوب شكون كلمك؟ شافوه في الماتشات كيفاه؟ اي عملت على العام اللي الكلوب معناها، انا قبل ما نمشي قبل ما نعمل العامين هذوك حبيت نمشي للكلوب انا قبل. مشينا تكفيك في الكلوب؟ لا مشينا للبارك وكل شيء، وقتها ما قالوا لنا ليه ما فماش تيستوات. روحت عسير وقعدت قعدت في حملهم، بدينا نلعبوا في الماتشوات في الليكول بي، لعبنا كونتر الكلوب، لعبنا غالي روتور في جمعة، اي في جمعة لعبنا لالي في البارك والروتور في حمل انف. عملت زوز ماتشات باهيين على الاخر، كنت ماركيت فيهم ونلعب بالكدا ونلعب في اللاكس. انا كنت انت اكسير ده بعد نحكي عليك كيفاش بدل جد تبديل بعد. كنت نلعب في اللاكس ديت، انا لعبت ماتش وقتها نتذكر كيما توا، نذكرها بالكدا بالكدا، لعبنا في التارتون بتاع الكلوب القديم. ومن بعد لعبنا كونتر الكلوب في حمل انف، ربحناهم، ربحنا الكلوب في حمل انف، خسرنا معاهم في البارك وربحنا الكلوب في حملهم. بعد الماتش لونترنر تاع الكلوب مشى لبابا، قال له راهو ماذا بيا نجيبوه واحد. وبابا وقتها كلوب يوسف الدم، فهمتني؟ بابا فرح على الاخر، قال لي باش نقول لك حاجه بالشيخ وكل شيء. قلت له شنو؟ قال لي راهو لونترنر تاع الكلوب يوسف المناع، تعرفوا يوسف؟
بيلعب بالشوط يلعب يعني بتاعه. كهو اعطاه النومرو، كلمه قال له كيفاش كذا وكذا، فهم وحملهم ما حبش يسيبني، وصار حصيل وصار مسار، حتى وقتها عاقدين فيا النواره في حملهم. قال لك هو المستقبل وش يطلع وكل شيء. هيك هو انا شديد صحيح بابا كيف كيف خربقها الدنيا غادي، قالوا مودي يمشي له. وين تحب انت؟ انت كلوبيس الحقيقة وقتها ولا انا ما على بالك؟ انا كلوبوست، انا بابا من سيتيرا تلعب الكلوب قبل يخرج من الدار، امي واخواتي نقعد كان انا وياه. اي حتى مرة حتى كانون وقت ذا الكلوب، والله نسيت ماتش كونتر ايكيب من الافريق، وفي اخر دقائق هكا نذكر وقت فوز رويس يلعب وكل شيء، صغير انا بالكدا قبل حتى ما اي ندخل نكور، حط اي كانون وقال الناس كل تخرج توا يا ودي، راهو الكلوب توا رايس بشي زمات ماركي، حسيت له يحب الكلوب على الاخر. فهمت كا هيك هو بعد حملهم في اكسبتيو بشي، بيعوني بيعوني ب 3 ملايين الكلوب وقتها، قال لهم نعاونوكم كوير بالماتريال هذاك. وير وكل صحيح. هيك اسمعني نحكي لك حكايه. انا مالك واقف في استاد حملم في الكرياج اللي لعبوا فيه لي جون وقتها، هاي هاي اللي وين بحال هذاك هاي يعرف تمك. بالصدفه زوز يحكيوا عليك. اسمعهم انا عودك شنو حكيوا بالضبط. وقتها بالي انت كادي ولا جونيور حاجه هكا. هاي وقت انت اكسيا قال لك حقا في الجو تلمو كنت فيت الملاعبيه الاخرين معناها، ما تحس تحس لا تكون تحقر معناها تنحي الكره بسهوله. لا والله مش حقار اسلام، قبل خاطر كان حق سونس كورة مش سونس حاجة أخرى معناها. لا نعرف، لا لا فهمتك فاهم فاهم، خاطر في حملهم قبل كي كنت كي بديت في حملهم قالوا لي معناها نورمالمون تطلع معني اكبر منك، خاطر الحقيقه انا كنت ملي صغير نخدم مهبول، نمشي للجبل نمشي للبحر، كان معايا مهدي رصاصي فهمت، ملي صغير انا ومهدي، ملي صغار معناها كي نقول لك بالحق مهبله بتاع خدمه، معناها عندنا اوبجيكتيف نحلموا برشا نحلموا، انا قلت نلعب مينيم بي مينيم اه في الكلوب، نحكي مع مهدي نقول له انا راني نحب نطير نحب نمشي للبعيد، هو كيف كيف فهمت. وبعد الله غالب مهدي جات وضربه ما نتاع مشيتش ظهر، معاه. لا مهدي راهو قبل ما يتضرب اسلام مش خاطر صاحبي، ممكن كان ما تضربش مهدي نصور انا يعمل يخرج نصور من اقوى الديفونسور اللي خرجتهم تونس، كي كان في قبل ما يتضرب قبل ما يمشيوا الكوب دي موند 2007 مع العيفه ونور اي، وماهر كانزاري يعرف هو كونترنور يعرف لي كاليتي اللي عنده، بعد تضرب قعد براتيكمون عامين ما لعبش كوره فهمتك. اي فهمت، كنت نخدم برشا نخدم برشا حتى معناها بدني كل شيء فوت صحابي فهمت، كنت نترين كانوا قبل معناها يضحكوا عليا خاطر ساعات نتاع حاجات نتاع مهبله فهمت، عندي انت بابا كان انت معانا لغايه لليوم كان لليوم خدام اي قعدت فيا هذيك خاطر ملي صغير كان معانا جارديان، كان معانا توا يعيش في فرنسا ما لعبش معناها برشا سينيور واحد في حملهم اسمه أسامة كيف كيف أسمر، هو نعيط له تيزي أنا فهمتني، عاد نمشي أنا وياه نجريه فهمت، وهو يخدم زاد يحب يخدم وكل شيء، نهزه منهم مرة تعديت للدار 6:30 تاع الصباح وقتها في حملهم، أنا نترنى كادي في الكلوب، قلت له تو تخرج تجري واحد، قال لي مهبول أنت، قال لي حتى سير ما يخرجش تو، قلت له باش نمشيو نعملوا جريد في البحر في حملهم، ومن البحر ديريكت نتعدي ونطلعوا للجبل فهمت. هذا بخلاف لونترينمون العادية معناها. لا ابار لونترينمون تمشي ترين بعد في العشية فهمت، هيك هو من وقتها قال لي انا ما عادش نمشي نحل لك باب الدار، وباش كيف من تجيب وقتها لا قطع عليك وبيك. وكيف تجيب تخرج لك امي راه مش انا باش تخرج. اي الطلوع دي سينيور نتاع الكلوب ده اللي كنت بارد في اليوجين انت. اي مع انا كنت مع سي منصر الوحيشي، منصر الوحيشي رناني كاديا هذاك عام عام ما ننساش، خاطر هذاك العام هذاك اللي انا حسيت روحي بالحق نجم نمشي البعيد، ترشقت فيه ليه حسيت روحي نجم معناها نطلع للكلوب سينيور نجم نمشي ليكيب ناسيونال، خاطر مع وقتها شكون كنت تلعب بالعكس؟ لعبت مع درويش، ايمن سليم درويش درويش ايمن درويش لعبت ايمن لعب سي درويش بي وعمل مارتين كوازي مش مزار 3 مرات ثلاثة مرات ثلاثة مرات كوازي اكسيال قوي برشا الحقيقة نعرف نعرف لكن الله غالب معناها الكورة ما عطاتوش
لعبت مع برشا، اخو الباب حمدي مرزوقي، اثنين مرزوقي اذا هل لعبت معاه. سليم لعبت معاه، لعبت مع مهدي الرصاصي، لعبت مع جماعة شكون، مع جماعة 91 زاد كيف كيف، لعبت مع جماعة بس المشرقي و اي جنراسيون هذيك زاده. شكون باش تحكي لي على عامل كادي هذاك؟ عامل كادي هذاك نلعبوا على الشامبيونات، اخر ماتش نربحوا بنزرت، عملنا ماتش نيول نتذكر وقتها، منصر الوحيش اللي فينا روحنا كل نبكيو، روحنا نبكيو بالحق، خاطر السيزون هذيك شادينا الاسبيرونس ليتوال الكل، شادينيهم الكل. الماتش الاخراني هذاك تظلمنا فيه في بنزرت، تظلمنا على الاخر، روحنا ما هزيناش الشامبيون، عملنا ماتش نيل اللي تو ربحت هزتها شويه، هزتها اللي تو الوقت. فهمت. مي وقتها، انا كين يحكي معايا وقتها مع منصر الوحيشي، يقول لي، نينو راهو اخدم كمل اخدم راك مش تمشي البعيد، ديما يقول لي ديما ديما ديما، وهو كان يحبني في اللاكس، هو شفت حتى وقت اللي جا معانا في السنيور في الكلوب حب يرجعني اللاكس وانا ما حبيتش. حبي رجعني اللاكس. انت شكون اللي بدلك؟ بدلني انا من الاول بيير لو شونتر كونتر ليون، وقتها اول ماتش هذاك عمري ما لعبت تاريخ جوش، لعبت ماتش هذاك. ومن بعد كي جي سي فوزي البنزرتي قال لي حددي تلعب على اليسار، يا اخت نحب نلعب صغير معناها مانيش ما نخممش، فهمت؟ قلت له العب حتى جول، حتى تحطني اتاكور انا مش نقول لك نلعب، فهمت؟ لعبت وقتها الحقيقه من الاول ما كنتش توب، معناها نعمل اللي نعرفه. ماتش اليوم عملت ماتش كبير وقت ماتش اليوم هذاك قبل ما يجي تشيك عليك. قبل فوزي وقتها بداوا جماعه في البوست هذيك، وقتها كي لعبت هذاك الماتش هذاك مع سينيور لو كلوب، وقتها العباد بدات تسال عليا، بدات تتبع فيا بشويه بشويه. خرجت كلام على الميلان وقتها اسامه، شنو هي الحكايه هذيك صحيحه ولا تفكرها وقتها؟ هذيك اي فما برشا في بالهم معناها ميلان الكبار، وهي وقتها كان الكيب الثانيه نتاع ميلان، معناها تمشي صح في ميلون مي تلعب في الكيب الثانيه، فهمت؟ مع الاسبوار كيما توا حمزه رفيع في اليوم. فهمتك اي فهمتك. فهمت دوزيام ايكيب. دوزيام ايكيب اي مش ميلون الاولى، كنت صغير انا ولعب معناها لعبت ماتش مع تبركة. وبعد جهدك يا علي انت تطلع ولا ما تطلعش؟ صحيت ومن بعد نجم تمشي، غادي معناها اي معناها تلعب. اما انا نصور وقتها حتى كان مشيت نصور شوا غلط، خاطر مازلت انا مازلت صغير، مازلت مانيش ماتور وقت. فهمت؟ اي اما تكون تقعد الميلان؟ بيان سور بيان سور، انا وقتها كي قال لي الميلان، حتى وقتها كتب العام يحكي معايا، شو اسمه كتب العام القديم؟ زين العابدين الوثلاثي. زين العابدين الوثلاثي. يقول لي يا حدادي معناها راهو انت مستقبل الكلوب، ما تنجمش تمشي توا كل شيء، وانا نقول له راهو في ساحه زين عابدين راهو راهي الميلان راهي كيفاش، يقول لي الكلوب نحبه برشا هو هذاك معناها انسان. كان مشيت وقتها تتبدل كاريرك عند درجه عمر؟ ممكن اي ممكن، خاطر انا من النوع اللي ما نسلمش حتى كان ما لعبتش، مش باش نقيس ونروح ولا لا. الكوميم حتى من الجون نتاع الميلان تمشي ليكيب حتى اقل تلعب سينيور معناها. صحيح نجم من مين غادي ممكن تمشي لجنوة، ممكن تمشي ل ما عرفتش سامبدوريا، تمشي لجمعيات هكاك. هو شنو الفرق بين نحن والجوارات تاع الاوروب؟ تو مثلا كي تمشي للاوروب جوار صغير يلعب مثلا متكون في اليوم، ومن بعد يمشي لانجي، يمشي من وقتها يبرز، فهمت؟ اسهل معناها اسهل اسهل برشا، مش كيما تخرج من تونس باش تمشي للاوروب، من الافريق للاوروب، مش كيما انت ديجا في الاوروب تتكون في الاوروب وتطلع، فهمت؟ وتاخذ شانس والاوروب يعرف ويستناو، فهمت؟ دونك فوزي وسام بدلك على الجوش. اي فوزي بنزرتي هو اللي الحقيقه معناها انا من احسن الانترنت اللي راني هو براتيكمون بدل لي حياتي، فهمت؟ خاطر وقت البريود هذيك زاد ما نلعبش انا، هو جاي لعبني ديريكت. ما ندمتش عليه شونجمون تاع من لاكس على الجوش؟ اي انا الحقيقه قبل كنت نحلم نحب نلعب في اللاكس الحقيقه، حبيت لحبذت وكان جيت كارير نتاعي كاكسيال، خاطر نعرف اللي كان جيت اكسيال مش نقول بعيد برشا على ريدوش، مي نصور انا في البوست هذيك ننجح اكثر من نجحت فيه كاري ريدوش،
لكن الحمد لله فرحان معناه باللي عطيته في الكارير اما كان مورفولوجي نتاعك بس انا مش شفت تمشي غير جوش خير من اكسيال ولا ايه؟ اي تجب خاطر تو بار اكزومبل الير جوش واكسيال جوش شنو الفرق؟ انه الاكسيال اذا عنده فيتيس ينجم يلعب على اليسار، اذا تبدا مع ماكشلون لازم تلعب خاطر على الكوتي ديما تتطلب فيتيس وانديرونس، لازمك تكون انديرونس تنجم لازمك تشد 90 واكثر، فهمت؟ اكسيال صراحة اقل دهك. أما نتصور مع العمر بعد قديش من عام، ما عرفش في الثلاثينات، نتصور ترجع غادي أنت ولا؟ ان شاء الله انا ماذا بيا وكان معناه نكمل كاريري في اللاكس، هذيك حاجه معناها بالحقيقه. اسمعني، قالوا لي تقلد فوزي بالكدا. مقلد فوزي نحبه وانا نحبه برشا، اما قبل فما ديما فازة يقولها لي، انا ما دينا ديما كي ندي دوبلي ندي دوبلي عليني، نجري عليني ديما نشق عليني. يا اخي مره يهبل علي في لونترينمون عمل لي كيف يا عدادي، مش كترا كل حوتك هكا تدخل وتخرج تدخل وتخرج. والله والله ماشي منهم مره حطني في اللاكس وهي حطني في اللاكس وقتها ما عندناش اكسلات ونترانيو ويعمل كيس شكون سانتر السلطان يعمل هكا شق وحتى بالبلا بي بي جيني يجري تعرف من السنتر يقدم في الزفارة يقدم نقطة قال لي نقطك يشق راسه تقصه له ثقيل تخلع حمله ركيب وتطير حمله ما يشقش يحب الديفونسور الحار اللي خافوا منه. اما ليكيب ناسيونال مشاتش معاه؟ ليكيب ناسيونال مش كيما الكلوب، خاطر الكلوب عنده الوقت ياخذ وقت يهزهم يعمل البريباراسيون تاعو على كيفه. ليكيب ناسيونال لا ما عندكش وقت، ليكيب ناسيونال يجيوك جواريت في جمعه لازمك تحضرهم، اربع ايام لازمك تحضرهم الماتش. صعيبه ليكيب ناسيونال مش سهله. وكل صراحه وسهله. الملاعبيه خاصه اللي عايشين برا صحيح ما قبلوش التونفيرمون نتاعو. ليه جاتهم مغربه خاطر ما يعرفوش. خاطر في ما فماش في الاوروب واحد كيما سيفوسي، الحقيقه ما فماش. في العالم ما فماش. نحن نعرفوه هنا انا قبل هو كي جينا حكيت للولاد الكل معناها اللي يلعبوا البارنا قلت لهم راهو ما تتفاجئش خاطر هذاك كاركتيرو هو فهمتني؟ معناها هو عادي يدخل نحن ربحين نبداو اربعه عادي يدخل يراوي فهمتني؟ يضرب الدبابزي طيب فهمتك يرهم ويبدا ينكش في شعره ويكسر المرايات عادي نورمال على الاخر. الباساج نتاع الكلوب شنو هو اللي مو صعب اللي قعدوا لك في مخك؟ بيرسونيلمون ولا كوليكتيفمون؟ لا اللي كنت اللي كنت معناها الانديفيديوال نتاعي انا. الصعاب الحقيقه هما برشا برشا صعاب برشا ايامات صعاب. شفتوا غادي كيما كنت تلعب وقتها صعب حاجه ولا؟ صعاب اللي كي نخسروا الماتش كي نخسروا ماتش خاطر في الكلوب كي نخسروا ماتش بريسيون كبيره تصير يسبونا يجيو للونترينمون فهمت؟ مرة وقتها حبوا يضربونا. أنا نذكر مرة صغير مازلت ما نلعبش. نحن نلعب وقتاش هذا بعد شنو؟ 2000 مازلت كي طلعت 2009 كيكا 2009 2010 مازلت كي طلعت. مشينا للقروان خسرنا كنت القروان نروحوا من القروان نلقاو الجمهور في البارك. وأنا تفاجأت الحقيقة مازلت ما عنديش جو نتاع سينيور واحد. هذي حبوا يقتلونا مش لعب. هذيك هذوكم ايامات صعاب ايامات صعاب. فما كومنتير قريته قال لك ضربك شي فوزي. لا لا ما ضربني حتى مره الحقيقه ما ضربنيش زاد. كان 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 معناه يحبني من اكثر الجوالات اللي انا كان يحبني انا برشا وزياد الزيادي زاد يحبوا برشا كان. كان يعيط علينا برشا ما يحبنا على يلعب فينا معناها ماتشات الكل براتيك ما لعبناهم معاه. شامبيونات 2015 تقعد تظهر لي احسن سوفينير. اي شامبيونات احسن سوفينير، مي احسن لحظه اللي انا عشتها اللي الكونترا لولو اللي صححته في الكلوب. فهمت 2009 اي وقت اللي 2000 اخر 2008 صححت الكونترا. فهمت عام كلوب شامبيون وقت
صحيح، وقت الكلوب هز الشامبيونات نذكر كي وقت انا صغير هزوني من نترينا في البارك في التيران تاع لي جون. مشيت وقتها بنشيخه وقتها في الفستير، وراس هذا الله يرحمه وسلامي ويوسف وكل، فهمت يا اخي؟ قالوا لي اي معناها حاضر انت باش تطلع وتلعب تو ولا كيفاش؟ شكون اللي قالك؟ فينا واهق قال لي حاضر باش تطلع تلعب انت وكل شيء. بن شيخة قلت له حاضر اي حاضر، فهمت؟ قالوا هذا واعي مش خواف. بن شيخة هذا بن شيخة، هاي بن شيخة. ومن بعد وقت سي بسام المهري الله يذكره معناها بالخير، والله انا نحبه برشا معناها سي بسام المهري الحقيقة، من الناس اللي عاونتني قبل ويحبني بالكدا، فهمت؟ وانا كيف معناها نقدره برشا ونحترمه برشا، خاطر كلوبيس برشا هو اللي صحح لي كونتراتو الاول. وقتها كلمني قال لي باش تجي ان شاء الله نكلمه ونقول له، بعد خاطر صورني بالكاميرا وقت اللي صحح، فهمت؟ 16 سنة وشوية قريب سنة 17 اول كونترا صححت. ومن بعد كلمني سيمون فر الوحيشي وانا في الحجيم في حملم في قاعد، قال لي غدوة تمشي تترينا مع بالديتاي وين وش تعملوا؟ لا نتذكر الايامات هذوكم نتذكرهم على خاطر اكثر ايامات نتاع معناها سونساسيون اكسبسيونيل فيها، خاطر وقت اللي يقول لك باش تطلع تلعب سينيور في الكلوب وانت تلعب كدي ا، نلعب كدي ا راه مش جونيور ولا سبور، طلعت سينيور بالكدي ا يعني. بعد فوز الرويسي 16 سنة وشوية، طلعت أنا 16 سنة و8 شهور. جماعة بتاعهم 90 مش خالد طلعوا صغار زيادة ولا أكبر. قالوا لي بلال ونور قالوا لي شكون اللي معناها في البارك و... وعم قدور نتاع البيفيت واحد، قالوا لي الثاني بعد فوزي. يا معلم فوزي طلع 16 ونص وأنا طلع 16 و8 شهور بالضبط. شامبيونال 2015 شنو تقعد تفكر منه؟ احسن حاجه الدربي نتاع اللي ربحناه قبل الماتش الاخراني اللي عملت اسيست فيه، اي ذاك اللي عطيت للبول، عطيت الباس للمينيو. لا ذاك اقوى سنساسيون الحقيقه، معناها اقوى سنساسيون في حتى انا نصور حتى الكلوب ستيا يقول لك هذاك اقوى دربي ممكن في تاريخ الكلوب، خاطر فيه لونجو كبير. اذا تربح لسبيرونس ليتوال وانتم تلعبوا على الشامبيونات، احنا لسبيرونس ليتوال معناها تخسر الماتش هذاك تخسر شامبيونات مع زوج جمعيات اللي ما يلزمكش تخسر معاهم شامبيونات، فهمت؟ صحيح اي بي سما اما صار برشا تشكيك وسما في الشامبيونات هذاك خاصه هذا الكلوب من كام اللي عندي انا اللي شكك ما يفهمش كوره الحقيقه مع كل احتراماتي راه انا بشو انا واقعي راه انا حقاني واقعي وما على باليش معناها، فهمت؟ شوف بار اكزومبل جي بيريود ديسبيرونس تستحق الشامبيونات هز الشامبيونات، ليتوال جات عام هز فيه شامبيونات معناها وكانت هي قويه هز الشامبيونات، العام هذاك احنا اقوى منهم الكل راه الحقيقه بالليفيكتيف هذاك والجروب هذاك. اما يتقال خبيتوا برشا بيناتيات مش من حقكم، مثلا ماتش قلوان ماتش جرجيس اخذوا لي ساري فراو ليتوال ظلمت ماتش كفسه قداش من ماتش تظلمنا نحن تظلمنا برشا ماتشوات سي ساريف اربيتر باش يغلط في ماتش ولا زوز معاك، وجات خاطر نحن وقت البريود هذيك احنا فور برشا كي نلعبوا كونتر مثلا قفصه ولا جيبس ولا اي واحد نحطوا عليهم بريسيون كبيره، حطوا عليهم بريسيون كبيره، فهمتني؟ صحيح. والماتش تاع الدربي كان ذكروا عاود تفرج فيه، حط ماتش تاع الدربي اللي ربحناه. لا نفكروا بالديتاي الكلوب كان ما حبيتش ندخل فيها. من ليه ما تنجمش تقول الكلوب وقتها ما تستحقش الشامبيونات، كي تتفرج في الماتش هذاك تحس اللي الكلوب تستحق الشامبيونات مع معناها ما عندهم حتى مزيز، حتى الاكسبيرونس وقتها معناها حتى انا نحكي مع اصحابي تو جواريات لعبت كونتيرهم واصحابي جواريات الاسبيرونس يقولوا لي مثلا الماتش هذاك سبحان الله اقوى منا، جيتوا في نهار اللي امبوسيبل، خاطر نهار هذاك نحن كنا هايبر موتيفي خاطر نتصور فما جواريت تبكي في الكار كي شفنا الجمهور البرا يجري ورا الكار والعباد كيفاش جواريت في الكار تبكي، بس امبوسيبل حتى كان جات مش الاسبيرونس، انا نتصور حتى اي جماعه اخرى كانت نعملوا ماتش اكسبسيونيل وعملنا ماتش اكسبسيونيل انا نقول سورتو لي بلون تكتيك
تكنيك، فيزيك، كل شيء. كنا معناها في التوب نيفو نتاعنا. فهمتك. اش قالك في الاكيب اليوم وسام؟ اليوم والله ليكيب الحاجه الباهيه يعني اللي قاعد نشوفها في الكلوب انه بداوا يطلعوا في ولاد الكلوب، يعطيهم شانس. فهمتني؟ فما 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 جوارات، فما جوارات قاعده تاخذ في الشانس نتاعها في الكلوب توا، ولازم كونتينيتي، لازم يخليهم يلعب. شكون اللي عجبك مثلا؟ عجبني ادم رغم اني ما لعبش بوست نتاعو. اي كعاب عجبني، عجبني انا شماخي كيف كيف، معناها انا اول ما جي انتقدوه برشا، حبوا يسيبوه بري كل شيء، وعنده برشا كاليتي من اللي في باجا. فهمتني؟ مكسب، لازم تكون كونتينيتي. ما فهمش كونتينيتي في الكلوب، كل عام وعام، وهذيك المشكله. صحيح، تشوف هذه المشكله وين تشوف الحل باش الكلوب يخرج من الازمات، سيرتو المشكله نتاع الفلوس والنقاط والحكايات هذوما؟ ها؟ قلت لك وين تشوف الحل باش الفريق يخرج سيرتو من الازمه هذه نتاع التهديد من الفيفا والحكايات كما هذوما؟ شكون تشوف المسؤول على الحكايه هذيا واحد، وشكون وين تشوف الحل معناه؟ انا الحقيقه من قبل، انا من قبل نقول فما حاجه غلطه في الكلوب، اللي هي شنو؟ اللي ريكروتور في الكلوب، فما حاجه ماهيش موجوده، اللي هي موجوده في الاوروب. يزمك تعمل ديسكاوت، ديريكتور سبورتيف، ديريكتور دو ريكروتمون، هذاك هو المسؤول على ريكروتمون. يزم ديريكتور دو ريكروتمون، مش هو، مش ديريكتور سبورتيف يعمل كل شيء، يجيب جوار ويخرج لونترونور ويجيب جواريات ويدخل جواريات ويطلع من لي جون. ما نجمش يعمل هذا الكل. يلزم فما سكاوت في الكلوب، يلزم عندك زوز ثلاثه تحب تختار من لي اونسيان جوار، نجم تلقى. فهمت؟ فما عباد سبيساليتي نتاعهم سكاوتينغ، يمشي سكاوتي الجواريات يتفرج. فهمت؟ باغ اكزومبل انا حاجتي بارير دروا اليوم، ولا حاجتي باتاكون، مش ندخل على الانترنت نشوف شكون قداش ماركي، ولا قداش من مره معناها الكلوب غلطت في الكاستينغ نتاع لي زاتاكون، وقداش من اتاكون يجي وما ينجحش، مش خاطر هو مش متابع. برشا برشا برشا، قداش من جوار جا وما نجحش. انا براتيكمون ممكن الثمانيه سنين اللي عديتهم في السينيور لعبت مينيموم فما ممكن 60 جوار تعديهم معايا ما نجحوش. برشا جوارات. علاش؟ خاطر يجي الكلوب ما ينجمش يتاقلم في الكلوب، مش سهله، خاطر مش سهله باش تمشي، مش سهله باش تلعب في جمعيه ينجموا يعبيوا لك 60,000 كل ماتش، مش سهل. صحيح. صحيح. اليوم انا نصور من الراي المتواضع، يلزم ديريكتور دو ريكروتمون، ريكروتور معناها الاول، ريكروتور الاول تحط معاه ثلاثه يسكاوتيو الجوارات، يمشي سكاوتي، يمشي يتفرج، يتبع لك الجوار شهرين ثلاثه اربعه، فما كونتينيتي في الروندمون نتاعو. فهمت؟ فما كونتينيتي في البرفورمانس، نفس البرفورمانس يعطيك الماتش هذا والماتش الجاي. فهمت؟ ما تاخذوش على ماتش، على زوز، على اربعه، على سته، تاخذوا على سيزون. مثلا عندي سنه تقول باش نتبع فلان فلان فلان، وقتاش تاخذهم؟ تاخذهم العام اللي بعده، والعام اللي قبل ديجا انت محضر الليسته نتاع الجوارات اللي تعبعتهم العام اللي فات. هكاك يصير ريكروتمون، تصير هكاك. فهمت؟ وسكاوت كان جات فما هادي في الكلوب، وراهو ما صاروش المشاكل تاع الفلوس، راهو السالاريات هذوما راهو مش موجودين. ومن بعد فما غلطه نتاع 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 السالاريات الكبار، غلطه كبيره الحقيقه. سليم مليح. اي طلع هو طلع برشا البار، وفما برشا جوالات جات للكلوب ما لعبتش وتسال فلوس. سي نورمال. فما حد لعب فتره دقيقه. ما عادش نجم تخلص. وسي نورمال الديريكسيون اللي تجي بعدك مش باش تخلص، خاطر ماهمش هما اللي جاوبوا. يقول لك انا دخلني جوار يسال مليار وما لعبش معايا. صحيح. اسامه الخرجه دي جون جات في وقتها، هذا الوقت اللي انت وقتها كنت كارتين من الكوب دافريك، ما عرفتش اللي كانت مفاجاه شويه. اي جات في وقتها الحقيقه، جات في وقتها خاطر تنحيت من الكوب دافريك، وانا وقتها حسيت روحي رجعت معناها بالبدا بعد البلاسور، وبديت شديت روحي، شديت فورما. البريود هذيك زاد وقتها في ليك ناسيونال براتيكمون سجلت الكل، مشيتهم. مشيت من بعد جيت لوفر هذيك، في واحد يمشي يلعب في الليغان الحقيقه في فرنسا، باش تزيد تطلع في النيفو نتاعك، باش تزيد تحسن النيفو. جيت في وقتها.
ما خافوش شوية انك مش انترناسيونال وقتها ما مشيتش كوب دافريك، هما ما قلقتكش شوية الحكاية دي معاهم؟ ليه ديجون هما تفرجوا في ماتش باريس سان جيرمان وتفرجوا في ماتش قبل باريس سان جيرمان، مي باريس سان جيرمان هو اللي كونفيرمي لهم اللي باش ياخذوني انا، خاطر هما كانوا عندهم تروا شوا تاع رير جوش، الشوا الاولاني كنت انا، كي تفرجوا في باريس سان جيرمان كونفيرميو الشوا هذاك. فهمت. خرج لك اليوم وقتها انه كانت باش تحط للصفقه خاطر سليم الرياح يطلب يتصبوا الفلوس في الكونت نتاعو، هل صحيح هذا ولا؟ نعم ما نجمش نحكي عليها اسلام هذا يا خويا، باهي هما واضح. حاجات هذوما ما نجمش نحكي عليهم، لي ديتاي معناها فما دي ديتاي نتاع الترانسفير وكل شيء ما نجمش نحكي عليهم الحقيقه. فهمتك باهي مثال. أسامة أول ماتش نتفكر ظهر لي في الثلج اول بزهر. ماتش اول ماتش كنت الكون في الثلج الجاي اي بيضه، الدنيا بيضه والكره حمراء. ورغم ذلك اول مره بدات تلعب في ظروف هيك عملت ماتش كبير. اي هذاك الماتش اللي ربحت بيه الكونفيونس تاع لونترونور ديجا، باش من بعد اللي بعد الماتش اللي بعده في ليون كونتر ليون في ليون لعبته ديريكت. اما الرندمون بتاعك تطور برشا في فرنسا رغم اني عملت شوط فريق كبير. اي عملت الحقيقه معناها عملت بروجريسيون بارابور كي كنت في تونس كي مشيت لفرنسا، حتى تو معناها نحس في روحي ديما اون بروجريسيون على الحقيقه، شو نتقدمت هما برشا الحاجات اللي حسن. تعلمهم غادي بالفيلم؟ ريغور كونسنتراسيون، حتى كشي اليوم في الماتش معناها ساعات ساعات تطيح الكونسنتراسيون كي تتعب في 70 75 وقت تكثر الاغلاط تولي نونشالون تعمل لي فوت، فهمت؟ وقتها تعلم برشا حاجات في فرنسا، تكتيكمون تكنيكمون يخدموا برشا، فيزيك كيف فهمت. الماتشات ضد اللاعبين الكبار خاصة في بي اس جي، كيفاش أول ماتش لعبت ضدهم وقتها؟ حكينا شوية دي كوليس. الحقيقة دوكم كانوا ماتشات باهين، خاطر جمعية تلعب وتلقى اسباس، معناها ديك ديما كي تلعب كونتر باريس سان جيرمان ولا مارسي ولا ديما نجم تعدي ماتشات خير، خاطر ديما باش تلقى روحك عندك اسباس اما وعندك انت ديفونسور معناها يبداو اللعبه كلها عندكم انتم. اي لي كولوار ديما في فرنسا، انا كل ماتش يجيني اللي قايم في الماتشات نتاعنا اللي يعمل لي فيديو اللي يعمل لي فيديو يبعث لي كل ماتش الادفيرسير ديريكت نتاعي، فهمت؟ وكل نهار سبت ولا حد كيرش تجيني دي ماريا ظهر لي فلورون توفان تعدى توفان لعبي دي اكبر. ماريا تمشي ليون تلعب كونتر بيرتران تراوري ودي باي تمشي، حتى فهمت حتى الاخرين سانت اتيان فما اموما برشا جوريات ملاعبيه على الاخر، كل جماعه تلقى عندهم ليزي الي دروا والي جوش اقوى جوريات في الاكيب، سي نورمال من بعد حاجه باهي، علاش؟ خاطر ديما كي تلعب كونتر دي جوار كبار قويين يقويوك الروندمون تاعك يطلع من بعد اوتوماتيكمون. اما حتى دي جون كي بي كان انت فاز ما تويت كل بريس عندكم جوائز باهي الحقيقه. اي كانت عندنا ايكيب باهيه، كملنا العام الاول اللي خلطت انا فيه كملنا 16، العام تستحق الثاني حتى الاخير معناها اي تلعب على العام الثاني المونديال 11 كملنا، العام الثاني كملنا 11 والعام الثالث اللي معناها منعنا في البراج، مي عملنا روتور باهي، لا ليه كان خايب روتور عملنا خير. انت كنت ليدر في الفيستير فما كنت صيحة اللي دارت برشا على الفيسبوك، شنو تقول فيها هذيك وسام؟ انا في بعد الماتش اي كي بورت فيرمون سي كولور افيك اون شوات سور لو كور، هي فما كل بومه في الشعار نتاعنا كي بورت فيرمون لا شوات سور لو كور، معناها شكون اللي هز البومه في القلب البومه على القلب، هما يقولوا ديجون بعد تقول لهم روج روج بلون روج بلون روج نوار كل مره كيفاش. اما دخلت في الجو ايه ليه دخلت في الجو ووليت براتيكمون معناها من لي جوار كادر، حتى من بعد لونترنور ولا يعيط لي يقول لي معناها شد ليكيب احكي مع اصحابك، فهمت؟ عطوني ريسبونسابيلتي كبيره من بعد. علاش اغلب اللاعبين ما ينجحوش في اوروبا وسامه وخاصه في فرنسا؟ الحقيقه صعيبه، هي فيش صعيبه صعيبه العيشه، برد الماكله صعيبه خاطر مش حلال، فما دي ديتاي معناها يتعبوك مونتالمون، فهمت؟ اسو بوان مهمين معناها حاجه غير مو ها؟ اسو بوان معناها مهمين حاجه كيما هكا مهمين بيان سور، الماكله راهو ماكله تقلق راهو في الاوروب
يعني حتى اللي يعيشوا لبرا تقلق، ما تنجمش تاكل اللي تحب انت. انا بار اكزومبل الاربع شهور ناكل كان في السومو في الحوت هكا هو، فهمتك. معني لا ناكل، لا نجم ناكل دجاج لحم، خاطر كي نمشي ستاج وقتها مازالوا ما يجيبوناش الحلال، كي ولينا بعد 6 و7 مسلمين ولاو يجيبونا الحلال. يبي هاو تزيري ينجحوا سيما، هاو المغاربة ينجحوا. شوف فما فرق اسلام بين جزيري ومغربي متكون في هولندا ولا متكون في فرنسا، وفرق بين جزيري ولا مغربي متكون في الجزائر والمغرب، ولا فهمت؟ انا اسلام سليماني طلع من المغرب، طلع من الجزائر. نجم اخزر، نجم تحسبه مع السويبع اللي طالعين من الجزائر ولا من المغرب. مي بن سبعيني، بن سبعيني كيف كيف طلع من الجزائر اللي مولودين لبرا سي نورمال ينجحوا، خاطر متكونين كي الفرنسيس وكي الاوروبيان، وعندهم لي باسبور ديجا، عنده باسبور اوروبيان، عنده ديك ديجا فافوري. انت خاطر شوف عندك باسبور تونسي تتحسب بترونجي في فرنسا ولا في الاوروب ولا في المانيا، معناها اليوم انت كي باش تمشي تلعب يلزمك تكون فور برشا 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 باش تاخذك جمعيه. المشي للسعوديه ما تعتبرهاش خطوه لتالي، خاصه انك كنت في معناتها متالق برشا في ديجون، معناها والعين حتى في فرق خير كانت عليك. شنو قلت لك المشي للسعوديه ما تعتبرهاش خطوه لتالي، خاصه انك كنت متالق في فرق، ما كنتش بناك ولا حاجه، كنت تلعب وحتى تعطي في مو باهي، معناها حتى كيف تبعيني كانوا يحبوا عليك في معنى وقت. صحيح صحيح صحيح، لا كنت النجم كنت النجم نمشي ليكيب ما خير من ديجون، لما حال ديجون عطاتني كونترات اخر باش نزدد 3 سنين، ما انا حبيت نبدل وقت. اي علاش الشوا تاع السعوديه والاتفاق بالذات؟ والله وقتها صار الشوا، خاطر في البريود هذيك جاو دو تروا زوفر ما همش خير من الاتفاق الحقيقه، معناها جاتني وقتها عندي اوفيسيال امريكا مينيسوتا بالضبط، وعندي نيرنبرغ في المانيا دي دو في الوقت هذاك، خاطر قبل جاوني دي زوف، جاتني بورتو وقت انا سو كونترا ما خلينيش نخرج، فهمتك. بورتو جات دوسلدورف، ريم تكلمت شوية، سبورتينغ كيف كيف تكلمت شوية، دينامو كييف كان فما حاجة، دينامو زغرب، مش دينامو كييف، لا مش دينامو كييف، دينامو زغرب. هذوما اللي قربوا، اما لي زوفر اوفيسيل اللي عندي، معناها اللي عندي في تليفوني اللي جاوني، جاتني مالاتيا من تركيا كيف كيف، امريكا الاتفاق، والمانيا نيورنبرغ. اي علاش خيرت السعودية؟ فلوس ليه؟ لوفر بعيد اسلام، بعيد بعيد برشا الحقيقة، معناها باش نكذب عليك، أنا اليوم نقول لك ما كانش تنجم تخمم في البروجي سبورتيف وبعد الفلوس مش هذي تمشي للسعودية تو اليوم ولا غدوة؟ من الأول ما حبيتش نمشي للسعودية، من الأول ما حبيتش نمشي للسعودية، من بعد ما تعرف في أوروبا بار إكزومبل، أنا نعطيك إكزومبل تاع دوسلدورف، دوسلدورف في جانفي عطاوني لوفر أوفيسيال وكل شيء، وحكيو مع كي حكيو مع دي جون، كانت وقتها فما بروبليم تاع فلوس تاع ترونسفير. وانا وقتها ما حبيتش نكون انجرا، معناها ديجون كيما جمعيتي وكل شيء، وريتهم اللي انا مانيش انجرا، قلت لهم باهي نكمل معاكم سيزون بعد نمشي، قالوا لي باهي وفرحوا كل شيء، فهمت؟ حبيت نخلي ديما علاقتي باهي فين نمشي الحقيقه. وبورتو، بورتو موسو كبير، بورتو كيف نفس السبب بدا؟ لا بورتو سبب، فما دو شوز بورتو علاش ما مشيتش. بورتو تفهمنا على كل شيء، وكلموا معناها يامن هو اللي لاهي، فهمتني؟ احكيو معاهم يامن وكل شيء وتريقلت الامور وفهمت. الحاجه اللي انا ما عجبتنيش جابوا ضحكني جابوا اليوم اللايف على حاجه كهو، ما نوقف نمشي نرقد من بعد، اسمع تحسه غار غار تنجيبك معايا لايف جابوا ما تخاف. عاد قلت لك بورتو، وقت اللي كلموني انا حبيت نمشي لبورتو، مي باش نمشي كارير جوش ثاني، خاطر عندهم اليكس تيلس، اليكس تيلس قاعد يلعب في شامبيونات وشامبيونز ليغ، شامبيونات وشامبيونز ليغ، كان يلعب في اسبانيا في فالنسيا تيلس هذا ولا مشهور؟ لا تيلس كان يلعب في جالاتا سراي. فهمت؟ تحب عليه توا تشيلسي وكل شيء. انا قلت باش نمشي نقعد على البنك الحقيقه، معني النجم صحيح نجم من بورتو نمشي لجامعه اخرى، كيفاش تفك بلاصتك ما تعرفش عليها وسام. نجم كيما نجم فك بلاصتي، مي انا ما نعرفش رخيت شويه وقتها، ما كانيش رخيت شوار
الحقيقة شوا ممكن اي وبعدك مكتوب ما كتبتش. باهي مشيت للسعودية، ما قعدتش برشا، ندمت اللي رجعت للخليج، حبيت ارجع من جديد لأوروبا. اي انا من الاول انا مشيت معناها للسعوديه، السعوديه باهيه في كل شيء الحقيقه، التيرانات لي كونديسيون تاع لونترينمون معناها الحقيقه كي لوروب براتيكمون، كان الطقس شويه سخون برشا. والحاجه الثانيه الخايبه فما الجمهور، هذيك الحاجه انا من الحقيقه ماتشات الكبار. اي كابار الماتشات الكبار، الماتشات الاخرين معناها ما فما جمهور في السعوديه. اي ندمت انت على المشي السعوديه؟ ليه ما عمري ما نندم سلام، خاطر كلهم دي عندي فيهم دي بون سوفينير و اكسبيريونس باهية على الاخر. يعني انا عرفت السعودية اللي قبل ما كنتش نعرفها، وزرت بيت ربي وهزيت امي عملت عمرة، ومشيت انا ومرتي عملت عمرة، ومشيت عملت عمرة وحدي. دونك ما نجمش نقول زي من امبوسيبل نندم عليهم. علاش ما خيرت تمشي لتركيا؟ كي جيت والله تعرف كيف جيت تركيا، نعرف انا جون قال لي تجي للقاسم باشا، لان القاسم باشا نعرفها في اسطنبول جمعيه باهيه، معناها كي تقول اسطنبول تقول ديجا انت عندك كات جراند كلوب دايرين بيك، معناها تنجم تعمل ستة شهور باين عام باهي تمشي صح في جمعيه باهيه. صحيح. طمعت الحقيقه، طمعت قلت نعاود نمشي لاوروب ونعاود نعرف روحي نقدها، فهمتني ننجح. والبدايه باهي، شو صحيح لحد الان؟ لحد الان شو صحيح الحمد لله. نورمالمون باش يشريوني براتيكمون، كي توفى الكورونا كل شيء باش يشريوني من السعوديه. صحيح فهمتو. نورمالمون خاطر الديكتور سبورتيف نورمالمون كلمني وقال لي باش 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 معناها باش يدفعوا الكلوز. قداش كلوز؟ 900,000 يورو. دفعوا 300 هما توا، مازالوا دفعوا 300,000 يورو، مازالوا 900,000 يورو نورمال موش يدفع مريح. وينك يا معلم؟ او بدل لك اذا زادك حاجه اخرى. ناني وليت هاي مريح يا عادي ناني، ما خد الفوزي بنزرتي. فوزي بنزرتي عادي ناني. توا نعيم تبعك لعبت معاه في ديجون، تبعك في الاتفاق، نستناو يتبعك في السعوديه في تركيا. سمحت في قاسم باشا نعيم دوكا في دوكا. نعيم في ليكيب ناسيونال، اول ما جاني ناسيونال كان صحايبي. من بعد كي مشيت انا لديجون نزلنا عليه نقول له اجا لديجون، ليه ماكش تلعب اجا بحذا لديجون، اجا بحذا لديجون. كتب له انت ربط له خيط انت في ديجون ولا احد عزاب تحكي لا انا الحقيقه انا معناها كي نحكي مع ديكتور سبورتيف نقول له نعيم نبدا نظن له، فهمت؟ هيك هاو نعيم كتب المكتوب وجا لديجون، معناها سبحان الله. كي جي قلت له تذكر في ديك الناسيونال نقول لك اجا معايا لديجون، كمل ديجون ومشيت صح. انا صحت السعوديه فرح على الاخر، خاطر نايم يحب يمشي السعوديه، يحب يعيش السعوديه، معناها في الدين هو ما شاء الله كل شيء. نكلم خويا، نكلم في جماعه الاتفاق ونقول لهم اسمع سليتي راه ما كيف حد. وندخل بين الفر والحم خويا ونبدا نزن، فهمت يا سيدي؟ دير الفيس بريزيدون هو ناس طيبه على الاخر. وانا نحبه ياسر الحقيقه، فيس بريزيدون روعه تاع الاتفاق، هو اللي عمل كل شيء باش جاب نعيم. فهمت. دفعوا 6 مليون دو دولار باش يشريوها من ديجون. من ديجون علاه حطوا ليكيب الوحيده اللي حطت فيه فلوس باش تجيبه، خاطر ليكيب ونفس السيتياسيون زوز كنتوا ماشيين في كورب طالعه في ديجون، ما كان لكمش الحقيقه زوز. أيه. والله كنا الحقيقه كلنا مع بعضنا، معناها عملنا سيزون دو سيزون باهيين، خاطر هو خلط عليه سيزون ثانيه، سيزون الثانيه والثالثه مع بعضنا عملناهم. اما ظهر لي امور مش ماشيه برشا في بريد الدخله في السعوديه. قلت لك ظهر لي امور مش ماشيه برشا في السعوديه. لا تضرب ومن بعد كي رجع يترينا عاود حس نفس الوجاع عاود ارتاح. ما يحبوه الحقيقه، وكيبدا في التوب نتاعو نعيم راهو ملاعبي برشا، يعني مش انا باش نحكي عليه. إيه. ما جاوبتنيش باش تظن جماعتك توا في قاسم باشا ولا ايه؟ سي انا زنيت لهم سي. سي جا اسمع جماعه قالك باش تولي اجون جوير اللي بعد ما تكمل. اجون لا والله نحاول نحاول اي واحد معناه يحب يخرج وكل شيء نحاول نعاون باللي نعرف باللي نقدر، فهمتني؟ اي فما امكانيه معناها
وشخص الحقيقة ما غالي، نعيم نعيم غالي، فهمت. طلبي فيه برشا فلوس، وكما اخويا كما في البلاي، انت بتحب تشري جوار ما عندكش فلوس ما تنجمش تشريها، كما في الفيفا بالضبط. اسمعني، شاكر قال لك تبلوكي يا حدادي، شنو حكايتها هذي؟ فوزي بن زرت هذا يا اخويا، تبلوكيه ما احكي يتعداش، لك كلمة. حط له بدنك يا شاكر. كعب اخوي. اي باهي باهي. تو انت مستقبلك وين؟ تو سي بون، معناها في قاسم باشا باش تكمل غادي. تو انا بري عام ونص، عام انا مازلت تو اشتر العام هذا اللي جيت فيه، وعام 2021 معناها انا جوان 2021 بري. فهمتك. اي مي كيوفا عندي ديريكتومون كونترا بعامين معاه، معناها مازالوا لي كان يشريوني سنه، يشريوني سيف هذا يقعدوا لي 3 سنين كونترا في قاسم باشا. فهمت. فوالا. فهم. كلام خرج انه فما عنده علاقه مرتك بالمشي لتركيا ولا لا؟ لا لا عنده حتى علاقه جمله جمله، ومرتي حابه تقعد في السعوديه. ابو اي والله حسبها الجو غادي، عجبتها السعوديه، عجبتها خاطر خبر باهي العيشه فهمتني. شكرا زعلان يا خويا. اي بس نقول لك شنو حكايه خليل هذي. كمل خليل، كمل البري، وخليل مازال يصلي. اي شنو حكايه خليل؟ احمد خليل كلمته قلت له وينك؟ كلمت خليل شنو معاه؟ قال لي اي قال لي هاو يصلي، فهمت؟ قعد يصلي حاسيلو، حكيت انا وشكري ممكن ساعتين في اللايف وهو مازال يصلي. ربي ثبته، ربي ثبته. باهي. في المنتخب، في المونديال لو سامع نحكي شوية عليك باسيونال، تعتبر وقت ظلمت انه خاصة العب عليه وهو مضروب، معناها ما تفهمك اللي جات شوية في حقك انت. كما قلت لمعز نسألني نفس السؤال، في الكوب دي موند الغلطة نتاعي انا انه ما ماركيتش بوانيت في الماتش اللي قبل الكوب دي موند. الحقيقة معناها اليوم اونترونور داخل على كوب دي موند عندك دو لاتيرو، علي وسام الحداد، تختار واحد شكون مش يلعب. هو الحقيقه كنا براتيكمون فرد، معناها عندنا نفس لي بوان، معناها شكون اللي باش يربح دي بوان في الماتش الاميكال الاخر هو اللي باش يبدا الكوب دي موند. فهمت. انا ماتش البرتغال معناها نقول ما عادي، معناها ما فيش حشمه هذا اسلام، عديت ماتش خايف، ما كنتش في التوب نتاعي، فهمت؟ انا اكزيجون مع روحي على الاخر، معناها انا كي نغلط وكي نلعب بالخايب نلعب بالخايب، مش قضيه، فهمتني؟ فهمت. في كاس افريقيا كيفاش تحكم على روندمون عطيتو؟ فهمت. روندمون نتاعك في الكان كيفاش تحكم عليه؟ راضي على روحك؟ راضي على روحي الحقيقه في الكان، معناها راضي على روحي انا كديفونسور وكديفونس كامله، من الاربع ديفونسورات اللي لعبنا عملنا اللي علينا، ومن بعد معناها ما نقول بالحقيقه كوب دافريكي توصل دمي فينال بالنسبه لي انا كوب دافريك ناجح، من بعد لعبيت ممكن ما احنا ما لعبناش بالكدا ولا مي، كوب دافريك توصل دمي فينال وتخرج كونتر السنغال هكا، معناها فهمت؟ ظلمنا على بيتي بالحقيقه، بينالتي هاي على البينالتي. علي كان ينجم يعاونه في الكوب دافريك؟ ايه يا علي اسمع، لو اسلام انا نفس نلعب بوست انا وياه ولا ايه؟ انا بالنسبه لي علي معلول من احسن ما فما في من احسن ما فما من اللي بدات الكوره في تونس كارير جوش الحقيقه. ا سو بوان بيان سور، شوف يلعب كان كابيتان في صفاقس ورا اللي هو جوار معناها تري او نيفو، وكي يلعب تو في الاهلي معناها بارمي لي ميور في الاهلي، علاش معناها باش كل واحد ياخذ حقه. الحقيقه معناها انا علي يعجبني بالكدا بالكدا، نحبه حتى كانسان، معناها تحفون برشا. اش قالك في الكومباريزون ديما بيناتكم؟ جماعه تحب علي، جماعه تحب اسامه، انت وين تحط روحك انت تلعب ولا هو؟ انا الحقيقه والله شويه والسؤال، شوف الكوره باش يجي نهار وتوفى، ولا معناها كارير باش يجي نهار وتوفى. هو ارجوش وانا ارجوش، اليوم عندنا كونكيرونس بركه، مانيش فرد جمعيه، عندنا كونفيرونس في ليكيب ناسيونال وكل واحد يحب يلعب في ليكيب ناسيونال. صحيح. ماني لا انا في نقرر لا هو يقرر. فهمتي؟ تحكيو فيها النقطة هذه؟ حكينا فيها
حكينا فيها بيان سور، نحكيو فيها مش برشا مرات، مي نحكيو كي معناها حتى كي يلعب نورمال، معناها نتمنى له ديما يلعب، باش يلعب بالكدية، خاطر ليكيب ناسيونال الاخير كي ما تلعبش مش معناها هو لعب روحه وما لعبكش انت، لونترونور ما لعبكش انت ولعبه هو، كيما مثلا باغ اكزومبل كاسبر جاك لعب علي، جيريس لعبني انا، فهمت؟ وباش نعطيك باغ اكزومبل علاش لعبت انا في الكوب دافريك؟ خاطر عديت ماتش باهي كونتر الجزائر وعديت ماتش باهي كونتر كرواتيا، ماركيت البوانيت اللي حكيت لك عليهم. فهمتك اي. البوانيت اللي ربحتهم انا. باش نسالك سؤال وانت تحب تجاوب ولا تحب لا؟ ها؟ نسالك سؤال وانت تحب تجاوب سينو تقول لي لا ما تخصنيش ما نحبش نجاوب. باه. هل صحيح انه علي طلب بيلعب كاساسي باش يمشي لكان؟ ما فهمتش. طلب بيلعب كاساسي قبل ما نمشيو للكوب دافريك، علي كي سمع انك انت باش تلعب اساسي هو قال لي ما نمشيش بناك. لا لا مو صحيح. لا لا مو صحيح. اساسي ما لازمش تسمع، ما تسمعش العباد معناها. خليني نقول لك على سالتك، انا سالتك خاطر الكلام هذا وقعت تداوله، هاك انت فرصه باش توافقوا معناها، مش رايي انا ولا سمعت انا ولا. لا 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 مستحيل. ما ينجم هو علي بيدو، هو علي بيدو ما نجمش معناها يقولها ولا يعملها، خاطر نحن كجوارات ما تنجمش تجي في ليكيب ناسيونال، ايكيب ناسيونال معناها بلاد، انت تمثل بلاد اليوم. صحيح. هذا في جمعيه تنجم تدلل انت على جمعيتك، تجي جمعيه تقول نحب نلعب. مي في ليكيب ناسيونال انت تجي 100% 1000%. بعد تلعب تعطي ما عندك، ما تلعبش، لازمك تكون فرحان وفخور حتى كما لعبتش، انت من احسن 18 موجودين في كل بريود هذيك. معناها اليوم نعطيك اكزومبل، انا اليوم من 2015 في ليكيب ناسيونال عندي 24 ماتش ليكيب ناسيونال، انا بالنسبه لي انا 24 ماتش مش برش، خاطر ممكن كان لعبت استاجيت الكل اللي مشيتهم راني تو فايت 60 ماتش، فهمت؟ صحيح. علي بدا قبلي اكبر مني، هو اكبر مني بعامين، بدا قبلي فهمت؟ انا جاتني بريود عديت براتيكمون عام بعيد عليك ناسيونال كي ضربت كروازي، معناها سي نورمال اليوم ديما فما انا ساعات نفوتو شويه هو يفوتني. اسمعني اسمعني اللي بيه الفايده خويا، عندنا زوز من احسن ما فما البوست هذيك متهيئين عليها في ليك ناسيونال. الحمد لله ان شاء الله نكون انا معناها انا ولا هو نكونوا ديما في ليك ناسيونال، حتى معناها حتى فما ديزاريغوش اخرين باهي، نتمنى لهم. عطيني شكون شكون ينجم يقلقكم في الريغوش؟ شفاش يقلقك؟ كونكيرونس. في كونك يدخل معاكم شويه في كونكيرونس نقولوا مش يقلقك. والله فما شكون، ما الحقيقه الخمس سنين نحكي لك عليهم معناها براتيكمون تعديت انا وعلي، خاطر معناها ديما انا وياه، فهمت؟ توا ما تشوفش شكون ينجم يدخل معاكم شويه في كونكيرونس؟ ما انت ما نعرفش والله، لا نعرف الحقيقه في تونس مانيش نتبع برشا، معناها براتيكمون بعدت على تونس برشا، مي فما جوري فما ديزاري الكوش باهي. يعني علي العبدي بي، علي العبدي باغ اكزومبل انا نحبه بي، علي العبدي جوري معناها علي الكوش بي، بن محمد مثلا، بن محمد كيف كيف، مي بن محمد بوليفالون معناها حتى كي يجي ليك ناس انا مش على الكوش يلعب مليو تيران. باهي وسام، عندنا حق في ساعه باش تقص، وعندي اسئله نتاع عباد وكويز مازال، جست نعاود لانس اللايف نكملوا مع بعضهم. باهي خويا باهي. ما ماكش عندكش انجاجمون ولا حاجه؟ لا لا قداش معناها باش نعمل تقص وتعطلنا قداش نقعدوا؟ مش برشا 15 مينوت 20 مينوت. باهي اوكي اخويا تدلل صح. اوكي عاش.